أهلا وسهلا بكم، أتمنى أن أجدكم في أحسن الظروف والأحوال. وموضوعنا اليوم هو أنت أيها الرجل. نعم، أنت أيها الرجل. اليوم سنتكلم عن الفرق بين الرجل والذكر، وأفتتح كلامي عن الفرق بين الرجل والذكر بقول سبب فساد أغلب الذكور في هذا المجتمع هما عبارتان تربوا عليها: الرجل لا يعيب شيء لأنه رجل فذهب حياؤهم، والرجل لا يبكي فما تدخلهم. ويمكنني القول أن ما أكثر الذكور في العالم، ولكن الرجال قليل. فهناك الكثير من المغالطات على معنى كلمة رجل أو الفرق بين الرجل والذكر. واسمحوا لي أن أقول أن هناك فرق كبير، لأن الرجل يجب ولا بد أن يكون ذكر، وليس بالضرورة أن يكون الذكر رجلا. فبمعنى كل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. فتعريف الذكر هو ذلك الشخص الذي يحمل صفات الفسيولوجية الذكرية مثل الشارب واللحية والقامة، يشبه الرجال في أشكالهم ولكنه يختلف عنه في الصفات. أما تعريف الرجل هو ذلك الشخص الغيور على أهله، يدرك معنى الحياة: شجاع، رزين، مؤدب، محترم، حليم، رحيم، ويهتم لمعنى الرجولة بصفات أكثر وأكثر مما ذكرت من الصفات الحميدة المكتسبة من التربية كالخلق الحسن، الشجاعة، الطيبة، اللين. وكم من مرة نقول عن امرأة ما عند موقف ما أنها بألف رجل، فهي مواقف. فبالمختصر المفيد، فالشخص الذي لا يغار على أهله هو ذكر وليس رجل. الشخص الذي لا يلبس إلا السراويل الضيقة والثياب والملابس الفاضحة هو ذكر وليس رجل. الشخص الذي يستخدم الرجولة في الظلم وأكل حق الغير هو ذكر ليس رجل. والشخص الذي يسافر من أجل الحرام دون زوجته هو ذكر وليس رجل. والشخص الذي يهتم بنفسه بشكل مبالغ فيه كتطويل الشعر والعدسة الملونة والحواجب هو ذكر ليس رجل. والشخص الذي يستغل الناس أو يكذب عليهم هو ذكر وليس رجل. والشخص الذي ينكر رجولته ويفتخر بنعومته هو ذكر وليس رجل. والشخص الذي يعد ولا ينفي بوعده هو ذكر وليس رجل. والشخص الذي يفتخر دائما بما له ومعارفه بشكل مبالغ فيه هو ذكر وليس رجل. والشخص الذي يتميع في نبرة صوته وكلامه فهو ذكر وليس رجل. والشخص الذي يسمح ويرضى لنفسه الجلوس في البيت وزوجته تعمل من غير سبب هو ذكر وليس رجل. والشخص الذي يعتقد أن رجولته في عضلاته وصوته المرتفع فهو ذكر وليس رجل. والشخص الذي يهتك عرض زوجته في مجمع ما هو ذكر وليس رجل. خلاصة القول: للرجال صفات يتميزون بها: القوة على اتخاذ القرار، الصدق، الوفاء، والالتزام بالعهد وعزة النفس وإكرامها، والاعتزاز بها مهما تغيرت الظروف سواء سبب أو إجابة. والرجل يعمل ويتحمل ويصبر ويصطبر ويكافح من أجل لقمة العيش ويرفض أن يكون عالة على أحد. ومن صفات الرجال أن يبعد عن القيل والقال والأقاويل والغيبة والنميمة واللمزة والهمزة والمخدرات، وأن يلتزم بالعهد والأمانة. فبهذه الصفات وغيرها تكتمل الأخلاق ويرتقي الذكر ليصل إلى الرجولة الكاملة. فالرجولة أدب قبل أن تكون لقب. فالرجولة هي أن تكون أو يكون الرجل في أفضل صفاته، وهو من يحارب من أجل حياة فاضلة والأخلاق والعز في كل مناحي الحياة، وهو من يقوم بدوره بشكل كامل سواء كأب أو كأخ أو كزوج أو كصديق أو كمواطن. وسأتحدث برجالة عن معالم الرجولة، وأول شيء سنبدأ به
هو الثقة بالنفس، فالرجل الواثق من نفسه تظهر من مشيته، ألا تلاحظون هذا؟ فالثقة بالنفس كصفة عند الرجال تغير لهم حتى طريقة مشيته، فتجعله يمشي رافعا لرأسه ولا يخشى، لا يخشى مواجهة أي تحدي من تحديات الحياة، ولا يبحث أو يسعى لجذب النساء لأنهن ينجذبن منه تلقائيا لشخصيته الواثقة، مما يجعله يتمتع بشخصية قوية ويجعله يتجه نحو ما يحب ويرغب ويراه صحيحا، ولا يفعل أشياء فقط لإبهار الناس. فالرجل المخلص الذي لا يكذب ويعرف الجميع بأنه مخلص ويتصف بالأمانة ويحب الجميع مجالسته والمعاملة معه، كذلك الرجل الذي يحترم ويتعامل مع الجميع سواء كبارا أو صغارا أو أصدقاء أو جيران، كأن يتخلى عن مقعده ليجلس إنسان آخر، امرأة مثلا في الحافلات، ألا تلاحظون وكأن هذه الصفة تقبل على الإنقراض؟ عفوا، هذه حقيقة. وذاك الرجل الذي يصافح الناس باحترام ويحب والديه ويزورهما، كذلك هذه أيضا صفة وكأنها ستنقرض أيضا. وذاك الرجل الذي يعمل الخير ويتصدق ويساعد المحتاج دون أن يكون هدفه هو لفت الانتباه، فكلنا ملاحظ مؤخرا لاحظنا أنه يعطي بيده اليمنى ويصور بيده اليسرى، هذا إن لم يكن أعلنها من قبل مسبقا ليجمع الصحافة والناس ليراه الجميع. وكذلك الرجل الذي يتمالك أعصابه ويسيطر على نفسه عند الخلافات أو أوقات صعبة، فهو من يحاور ويناقش بدلا من تبادل الاتهامات والإهانات أو الأحكام أو ربما أيضا استعمال العنف، هو رجل حقيقي وليس بضعيف. وكذلك الرجل هو الذي يتحمل المسؤولية إذا أخطأ ويعترف، لا يلقي اللوم على الآخرين ليبرئ نفسه. والآن أريد أن أتكلم مع الرجال وعلاقتهم بالنساء. أتعلم ما هو أكثر شيء يغضب منك المرأة؟ نعم، سأخبرك. إهمالك لها رغم زينتها واعتنائها بمظهرها، أو تهمل مشاعرها وأحاسيسها وهكذا، فأنت تبعد نفسك بنفسك عن الروح والجسد وعن التفكير. أتعلم أنها لا تطلب منك سوى كلمة طيبة ونظرة حب وأن تلاطفها؟ عليكم التعامل مع المرأة والأنثى بذوق وأسلوب بسيط لكنه راقي. فالمرأة عندما تعجب أو تحب فهي لا تحب الغني ولا تحب الوسيم ولا تريد قصر ولا سيارة فاخرة كما يقال، بل تريد فقط بيت يملأه الحب والسكينة والطمأنينة. فلتعلم أيها الرجل أن ما تحتاجه المرأة هو الدفء، سواء في العلاقات بما فيها من مشاعر وحتى الأزمات التي تمر بها والحالات البيولوجية. لذلك أقول لك أيها الرجل، فالمرأة تريد من الرجل أن يكون لها قلبا يحتفظ بها ويرعاها، وتريد أن تشعر بأنها وكأنها ملكة في نظر زوجها وتحس بكينونتها. تريدك الأنثى أن تكون لها أبا وأما وأخا وصديقا وسندا، وإليك هذا السر، فهي تعشق من يحترم عقلها وكينونتها أو كيانها. أما بالنسبة للرجل في نظر المرأة، فهي إن طرحت السؤال على أي امرأة ستقول لك أن الرجل بالنسبة لها هو ذاك الرجل الشهم، الرجل المضحي والمخلص، الرجل القائد، الرجل الأنيق، الرجل الصادق والواضح، الرجل الرومانسي والمحب، ذلك السند والكتف والأمن والأمان، وأن يكون لها الحب والاكتفاء هو ما يجعل المرأة تاج فوق رأسه، فتجعله أيقونة في قلبها وضميرها. فيقال أن حب الرجال للمرأة فطرة، لكن الحفاظ عليه رجولة. والرجل الحقيقي لا يحب مليون امرأة، لكنه يحب امرأة واحدة بمليون طريقة. فيقال أيضا أكثر الرجال رجولة،
والرجل الذي يعشق أمه ويعطف على أخته ويخلص لحبيبته ولا يعشق بعدها إلا ابنته منها. وكي نختم موضوعنا هذا، فهناك 7 ذكور بلا رجولة أبدا مهما فعل. أقولها وأعيدها، هناك 7 ذكور بلا رجولة أبدا مهما فعل. أولهم من يترك والدته بسبب عجلة الزمن ويلحق بزمن زوجته. ثانيهم من يحكي بمجالس الرجال عن علاقته بامرأة وثقت به. ثالثهم من فكرته عن الحب لا تتجاوز الرغبة التي يبدأها بموعد وينهيها. رابعهم من يبيع الأحلام للمراهقات وفي كل بيعة يخسر جزء من رجولته. خامسا من يقسم بالله للفتاة كذبا معلنا حبه لها وأنه لا يتلاعب بها. سادسا من يسلب الفتاة أعز ما لديها ويتزوج أخرى. سابعهم من يبكي خلف امرأة لا تستحق أن تصنف بين النساء، عفوا على المفهوم. وكي نختم، فليس غباء من البنت إن صدقت أكاذيبك. الغباء فعلا هو شعورك بالرجولة وأنت تكذب عليها. وشيء آخر، عندما تلجأ إليك امرأة مت من أجلها، فالمرأة لا تلجأ لرجل إلا وكان عندها أعظم رجال. خلاصة القول، ليس كل من يطلق عليهم رجال هم رجال، فكلمة الطير تجمع بين الصقر والدجاجة. فأنت أعلى من كل شخص إذا شئت، وأدنى من كل شخص إذا شئت. ويقال أيضا أن الرجولة ليست اسم مذكر ولكنها فعل يذكر. وأخيرا أصدقائي الأعزاء، أستسمحكم إن أطلت، ولكن فعلا موضوعا لا نستطيع الإلمام به في فيديو واحد، لكنني حاولت التطرق لمعظم المحاور. لذا عزيزي، فالرجولة هي أن تحافظ على كرامتك وعزة نفسك ومكانتك وقيمتك بأعين الناس. فالرجولة مواقف تنحني لها رؤوس الآخرين احتراما لها. فالرجولة هي أن لا تعبث بحياة من حولك بحجة إثبات رجولتك، فأنت الخاسر لا محالة. أريد أن أختم هذا الفيديو بقول، قد تحتاج إلى 5 دقائق لتعطى الآخرين انطباعا عنك، ولكن قد تمضي عمرك كله لتغيير ذلك الانطباع. أستودعكم الله، وإن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي.